السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها تداعيات أو ما وصل إليه التعليم بفعل الانقلاب. شاهدنا 4 سنوات مرت من عمر الانقلاب والحرب أيضا، تداعياتها أتت على كل شيء جميل. قطاع التربية أحد أهم القطاعات التي استهدفها السلاليون بمختلف أنواع الانتهاكات والتشويه. وفقا لتقرير صدر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الانقلاب وتداعياته تسبب في إغلاق 75% من إجمالي المرافق التعليمية في 17 محافظة من إجمالي محافظات الجمهورية. تم إغلاقها وحرم قرابة 2 مليون طالب وطالبة من حقهم في مواصلة التعليم. التقرير أشار إلى تضرر 1477 مرفقا تعليميا بسبب الحرب، حيث تم تدمير 161 مرفقا بشكل كلي، وتم نهب أثاث وتجهيزات أكثر من 100 مرفق تعليمي آخر. وبحسب التقرير أيضا، فإن مسلحي ميليشيا الحوثي قاموا أيضا بمداهمة واحتلال 352 مدرسة وجامعة وكلية ومعهدا حكوميا وخاصا، وجعلوا منها ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة. اليوم وبعد 4 سنوات تقريبا من هذا العبث والدمار الذي شمل كل شيء، ما هو حال التعليم وما الذي طاله من التشويه والتحريف، وما أثر ذلك على الجيل الحالي من الطلاب؟ سنناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوف الحلقة عبر الأقمار الصناعية. من مأرب سيكون معنا الدكتور يحيى الأحمدي وهو ناشط إعلامي، ومن الهند الدكتور مصطفى عبد الرحيم مستشار وزارة التربية والتعليم، وسيكون معنا أيضا من الرياض الدكتور حسين القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم. نبدأ مع ضيفنا من مأرب عبر الأقمار الصناعية الدكتور يحيى الأحمدي. دكتور مساء الخير. مساء الخير ومساء الحرية أخي شادي لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور يحيى. يعني نتحدث اليوم عن وضع التعليم في اليمن على ضوء التقرير الذي صدر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ونتساءل هنا دكتور يعني كيف تتابع وضع قطاع التعليم بعد 4 سنوات من الانقلاب؟ اسمح لي أخي شادي في البداية أن أوجه تحية لقناة بلقيس التي ربما هذا اللقاء الثاني الذي تستضيفني فيه للحديث عن التعليم وأهمية التعليم وماذا لحق بالتعليم. هذا الجزء المهم في حياة اليمنيين الذي غيب كثيرا وغاب عن أذهان الكثير من سواء كان من في الإعلام أو في غيره من المؤسسات والمنابر الإعلامية التي يمكن أن تسهم في علاج المشكلات المترتبة على ما جرى بحق العملية التعليمية. أهلا بك. الوضع التعليمي أستطيع أن أقول بأننا نعيش حالة من حالة لو جاز التعبير نقول بأن العملية التعليمية منكوبة في اليمن. التعليم في اليمن يعاني من انهيار على مستوى المعلم والطالب والمؤسسة، والعملية التعليمية برمتها تعاني من مشكلات كبيرة في هذا المجال بسبب الانقلاب وما ترتب عليه من دمار كبير في العملية التعليمية وأساسها وأركانها المختلفة. نعم. واليوم نتحدث كما ذكر التقرير أخي شادي. نعم نعم تفضل أكمل. نعم أخي شادي، كما ذكر التقرير فإن هناك أرقام مهولة جدا، وهذه ربما هي ربما إشارة تقريبية وليست الحقيقية. الحقيقة أن هناك أكثر من هذه الأرقام جراء ما حدث بحق العملية التعليمية في ربع اليمن، سواء كان حتى في المناطق التي لما تطأها الميليشيات ربما تأثرت بنزوح العدد الكبير من الطلبة الذين توافدوا على المدارس وشكلوا ضغط كبير جدا، ما تسبب أيضا في إرباك العملية التعليمية في عموم محافظة الجمهورية. طيب دكتور، يعني ما الذي يريده الحوثيين يعني من خلال استهداف قطاع التعليم بهذا الشكل؟ تعلم أخي الكريم أن الجماعات المتطرفة
يعني هي تبحث عن الأماكن التي يمكن أن ترفد جبهاتها بالمقاتلين، ولا شك أن الطلبة يشكلون الجزء الأكبر من الشباب من سكان اليمن، هم عماد الأمة، هم يعني الذين يمكن أن تركن إليهم أي جماعات متطرفة فتحاول أن تبطل مفعول التعليم. وإذا ولدت هذه الأحداث جيل من الجهلة المتخلفين غير المتعلمين، فإن جبهات القتال ستنتعش. هذه الفرص، هذه مواسمهم. فبالطبع استهداف العملية التعليمية لم يكن عفويا، وإنما هو مدروسا. وقد قال أحد رموز الانقلاب، قال ذات يوم: لماذا لا نغلق المدارس لمدة عام ونرفد الجبهات بالمعلمين والطلبة؟ هذا شيء لم يكن مخفيا، لم يكن استثناء، ولم يكن عفويا، إنما كانت عملية مقصودة ومرتبة لرفض الجبهات ولزيادة المقاتلين في صفوف الميليشيات. نعم، إذن دكتور تكرم بالبقاء معنا، وسنشرك معنا في الحديث. سينضم إلينا من الهند دكتور مصطفى عبد الرحيم، مستشار وزارة التربية والتعليم. دكتور مصطفى، مساء الخير. مساء النور أخي الكريم عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الإخوة المشاهدين لقناة بلقيس، هذه القناة الرائعة التي تهتم بالمواضيع المهمة في كافة ربوع اليمن. نعم، إذن أهلا بك دكتور. ويعني نتحدث في هذه الحلقة عن ما لحق بقطاع التعليم يعني جراء الانقلاب خلال 4 سنوات. يعني نبدأ معك من هذه الزاوية دكتور، يعني هو تقييمك لأداء وزارة التربية والتعليم لمواجهة أجندة وممارسات الميليشيا الطائفية في قطاع التعليم مقارنة بما تبذله الميليشيا من جهود لتطييف التعليم. أصارحك أخي الكريم وأصارح كافة المشاهدين بأن وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية ليست أداءها وأداءها لا يرقى إلى المستوى المطلوب وإلى مستوى ما يقوم به ما تقوم به الميليشيات المتطرفة في عملية تدمير ممنهج التعليم. وزارة التربية والتعليم في هناك قصور كبير جدا في أدائها، ولا زالت تفتقر إلى أبسط البرامج لمواجهة العملية التدميرية التي تقوم بها هذه الميليشيات الطائفية الانقلابية. أخي الكريم، هناك مؤشرات كبيرة ومخيفة لو وضعتها بين يديك الآن: أكثر من 3000 مدرسة مدمرة جزئيا أو كليا، ما يقارب أكثر من 4 مليون طفل خارج إطار المدرسة. لم تستطع الحكومة الشرعية وزارة التربية والتعليم للأسف الشديد حتى يومنا هذا أن تعمل هناك، أن يكون لديها خطة إجرائية لمعالجة مثل هذه الاختلالات. هناك 70% من التربويين والمعلمين بدون رواتب منذ 4 سنوات. هناك أكثر من 30% من عدد الطلاب والطالبات نازحين، ولم تكلف نفسها وزارة التربية والتعليم لعمل حل لهذه الإشكاليات القائمة والموجودة. للأسف الشديد أخي الكريم، هناك من يسعى لتدمير لأسلوب أو تدمير منهج التعليم، وهناك تقاعس وهناك قصور من الجانب الرسمي إزاء لمواجهة هذه العملية التدميرية التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية المتطرفة. أخي الكريم، الآن الحاصل التدهور الحاصل في العملية التربوية والتعليمية هي الكارثة الحقيقية التي تهدد مستقبل اليمن وتهدد الجيل القادم وتهدد مستقبل اليمن الاتحادي. ولا بد للوزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالرئاسة ووزارة ورئاسة الحكومة ووزارة التربية والتعليم أن يكون لديها خطة لإيقاف هذا التدهور. أخي الكريم، هناك الآن كلمة كارثي، الوضع التعليمي الكارثي، كلمة كارثي هنا هي لم يتم تدارك، إذا لم يتم تدارك هذا الأمر وإيقاف هذا التدهور، عدلة التدهور في مجال التعليم، ستكون كلمة كارثة في حق التعليم قليلة بالنسبة. نعم، إذا ما أحسن. طيب يعني دكتور، ما الذي يبرر إهمال وتقصير وزارة التربية والتعليم في مسألة يعني
تصحيح وضع قطاع التعليم ودعم مكاتب التربية في يعني ولو بالحد القليل. يعني هنا أيضا استقرار يعني ملاحظ في الحكومة يعني، ولا نجد دور فاعل لوزارة التربية والتعليم. أخي الكريم، وزارة التربية والتعليم تفتقد لرؤية، رؤية موحدة، رؤية وطنية لإيقاف هذا التدهور الحاصل في مجال التعليم. وأيضا هناك يعني هذه المسؤولين القائمين على وزارة التربية والتعليم ليس لديهم الرؤية الكاملة لمواجهة التدهور التعليمي أو لمواجهة الفعل التدميري الذي تقوم بها الميليشيات المتطرفة أو الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإنقلابية. أخي الكريم، لابد لوزارة التربية والتعليم أن تضع نصب عينيها، أن تعمل والحكومة بشكل عام أن تعمل على إيجاد خطة سريعة وبشكل عاجل لإنقاذ أو إيقاف عجلة التدهور في المجال التعليمي. نعم، إذا ابقى معي دكتور عبد الرحيم، وأذهب لضيفي من مأرب عبر الأقمار الصناعية الدكتور يحيى الأحمدي. دكتور يحيى، نتساءل هنا أنه هناك شقين في مسألة يعني ما لحق بالتعليم من قبل الميليشيا. هو الشق الأول بمسألة التدمير، والشق الثاني في مسألة تطييف المناهج، وهذا الجانب كيف يعني يجتمع أو يجتمع هذا الأمرين مع بعض، يعني التدمير من جانب وتطييف من جانب آخر. لا شك أن هذه كلها العوامل تصب في مصلحة التجهيل، مصلحة الجماعات التي تبحث عن تجهيل هذا الجيل. إذا نشأ جيل غير متعلم، جاهل، لا يعرف ماذا له وماذا عليه، فإنه لا شك يبقى طيعا، يبقى سهلا متاحا لابتزازه ولأخذه وللاستفادة منه، وهذا ما يجري. المفترض يا أخي الكريم، ما يحدث كما ذكر زميلي العزيز الأخ مصطفى في بأن هذه كارثة. المفترض في المناهج التعليمية أن تبقى مقدسة، أن يبقى هذا دستور، هذا منهج، هذا فكر، هذه من الخطوط الحمراء التي ينبغي ألا يعبث بها أي. هل سمعتم في التاريخ أن جماعة أو أي حزب أو أي مؤسسة قامت بانقلاب ثم قامت بتغيير المنهج على أساس طائفي، على أساس عنصري، على أساس ما يخدم أجندتها؟ هذه طبعا من الأخطار الكبيرة التي ستسبب، كما يجري تلغيم الأرض فإن هناك تلغيم العقول وتلغيم وتفخيخ عقول الشباب والنشء وكل الأجيال وكل هذا الجيل الذي يقصد المدارس. حتى من يتمكنون من الوصول إلى المدرسة في هذه الأيام هو أيضا ليس الغرض لتعليمه، إنما لتعبئته يعني تثقيفه بثقافة معينة، للتحريض، للتعبئة الخاطئة، للحشد نحو القتال، نحو العنف، نحو التمييز. كل هذه الأسباب لا شك أنها ستترك أثرا سيئا في أوساط الشباب وفي أوساط الأجيال القادمة. نعم، هو دكتور المفارقة هنا بأنه يعني المدارس التي تقع تحت سيطرات الميليشيات، هو يعني مدرسة تترك للتعليم ويعني تدخل عليها الأمور الطائفية بشكل كبير، ومدرسة أخرى تتحول إلى مخزن للسلاح وأيضا لإقامة المقاتلين، وبالتالي هنا مفارقة. يعني لا أنها التزمت بمسألة تطييف المناهج والتعليم، ولا أنها يعني أخذته في طريق أن يعني تحويل هذه المدارس إلى ثكنات عسكرية، هي عملت في خطين. نعم نعم نعم، هذه هي المشكلة الكبيرة، أن الطالب في كل الأحوال هو معرض للعبث، معرض للهلاك، يعني سواء كان الهلاك الفكري أو الهلاك الجسدي. هي مدرسة يعني تؤهل وتدرب للقتال، ومدرسة تغذي تغذي العنف وتغذي الحشد الطائفي والحشد العنصري. كل هذه الأسباب لا شك أنها تنعكس سلبا على هذا الجيل. أنا أقول أخي الكريم بأن المعركة اليوم، من يظن أن المعركة هي معركة القتال فهو مخطئ. معركتنا اليوم هي معركة الفكر، معركة الهدم، معركة
التغيير الفكر السوي إلى وتحويل عقول الشباب إلى عقول مفخخة، عقول ملغمة، عقول متطرفة، وهذا ما ينذر بكارثة ليس على اليمن وإنما على مستوى الجزيرة العربية. لكن هناك من يهمل هذا الجانب ويظن أن إطالة أمد الحرب ستقضي على طرف معين أو للنيل من طرف سياسي معين، فأنا أقول لا، إنما أنتم للأسف الشديد مخطئون، وأنتم تسهمون بشكل كبير في إيجاد جيل متطرف لا يفقه إلا لغة الموت ولغة القتل ولغة الدمار. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي دكتور يحيى، ونرحب بضيفنا من الرياض الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم. دكتور حسن مساء الخير. دكتور حسن هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالدكتور حسن لم يجز بعد، ومشاهدينا سنذهب لمشاهدة هذا أو هذه التصريحات حول وضع التعليم ومسؤولية الشرعية في أو وزارة التربية والتعليم تجاه التعليم في مناطق الشرعية، نتابع سويا. الذي يتحمل الأضرار الكبيرة التي أصابت قطاع التعليم هو الانقلاب الحوثي. كل المصائب في كل المجالات وكل الفشل في كل اتجاهات يتحملها الحوثيون. كل ما نراه هو من آثار تداعيات انقلاب الحوثيين على الحكومة وعلى الشرعية وعلى الأوضاع. لا حل للتعليم ولا لأي مجال من المجالات إلا إنهاء هذا الانقلاب وعودة اليمن الموحد وعودة الأوضاع كما كانت عليه قبل ظهور هذا الوباء الحوثي. نتحمل وزر هذه المشكلة أو الكارثة. الانقلاب بشكل رئيسي، الانقلاب يعتبر هو أساس كل مشكلة في هذا البلد. التربية والتعليم تعني إمكانيات مالية وبشرية. الإمكانية المالية ضربت في الصميم مع الحصار الموجود في إطار الإيرادات، والعامل البشري مع الحرب، النزوح المعلمين أثر تأثير جذري ورئيسي في تدهور التعليم وضرب المباني وتدهور المباني المدرسية وكذلك. لذلك كل المشاكل في الجمهورية اليمنية ترجع إلى الانقلاب وسوء الكارثة التي وقعت في هذا البلد. بداية، موضوع تدهور التعليم هو مشكلة ليست بالجديدة، هي قديمة وحديثة أيضا، لكن الانقلاب هو عمق هذه المشكلة بشكل أكبر. تتحمل ميليشيا الانقلاب مسؤولية تدهور الأوضاع التعليمية في اليمن، خصوصا أن هناك مدرسين في مناطق الشرعية ومدرسين في مناطق الانقلاب، مما أدى إلى عدم وجود صرف الرواتب في كلتا المنطقتين، الأمر الذي أدى إلى تدهور العملية التعليمية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بشكل عام. طبعا سبب تدهور التعليم في اليمن هو بسبب الميليشيات الانقلابية التي أنهت كل شيء جميل في اليمن وخاصة التعليم، وهي ما تقوم به هو المشروع الإيراني الذي أتت به أو الفكر الرافضي إلى اليمن، وهي تقوم الآن بتغيير حتى المناهج في المدارس بزرع الفكر الإيراني الدخيل على اليمن. كذلك الميليشيات الإنقلابية حرفت كل شيء. إذن مشاهدينا، هذا كان استطلاع حول وضع التعليم خلال 4 سنوات من الانقلاب، ونعود لنستكمل ونعود لضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الدكتور يحيى الأحمدي. دكتور يحيى، نتساءل هنا ما الأساليب التي يعني استخدمها الحوثيين في محاولة أو محاولات اختراق المستقبل وغرس ثقافة السلالية؟ يعني هناك أساليب كثيرة، لعل تغيير المناهج، محاولة تغيير المناهج وفرض شعارات طائفية في المدارس ومحاولة فرض شعار معين، وكل هذه هي ممارسات تحاول أن تغرس هذه المفاهيم وتحاول أن تعمل على إحداث فجوة في النسيج الاجتماعي اليمني وفي العلاقات التي عاش عليها اليمنيون ردحا من الزمن، عاشوا أحبة، عاشوا على قلب واحد وعلى كلمة سواء، اختلفوا سياسيا نعم، اختلفوا على مصالح ذاتية وشخصية، لكن لم يصلوا إلى هذه الدرجة، إلى
تغيير مناهج الدراسة وتكييفها لتكون ملبية للون معين أو يعني حساب أساس عنصري أو على أساس عنصري أو طائفي. هذه كلها أساليب، هذه الأساليب ربما كانت تجري عبر الترغيب أو الترهيب، ما يحدث اليوم أيضا لتجييش المعلمين وتجييش الموظفين وكل من يقع في سلطة الإنقلابيين لإرغامهم للحضور إلى دورات وتثقيفهم ومحاولة محو الهوية اليمنية التي عاشوا عليها. كل هذه الأسباب أو كل هذه الوسائل تصب في صالح هذا الحشد الطائفي والحشد العنصري وتمييز الناس على هذا الأساس. ولا شك أن بقاء هذا الوقت الكبير سيحدث شرخ كبير في النسيج الاجتماعي وسندفع الثمن غاليا. نعم نعم، ابقى معي دكتور. ويعني عاد إلينا من الرياضة دكتور حسن القطبي مستشار وزارة التربية والتعليم. دكتور مساء الخير. مساء النور، حياك الله أخي الكريم وحيا بالضيوف الكرام والمشاهدين. أهلا بك دكتور حسن. يعني نتساءل هنا كيف يمكن معالجة ما أحدثه الحوثيون من تشويه فكري وتعليمي بحق جيل من الطلاب تحت سيطرتهم؟ أخي الكريم، لا يشك عاقل بأن اليمن تتعرض في ظل حكم الميليشيات، تتعرض لهجمة شرسة وتتعرض لعملية تغريب واسعة في قضية المناهج التعليمية وفي قضية الجوانب الفكرية. وهذا التغريب تشارك فيه العصابة الانقلابية وتسيطر على كتلة بشرية كبيرة في المحافظات التي لا زالت تحت سيطرتها. والمشكلة أنها تلقى دعما وتواطؤا من قبل بعض الأطراف الخارجية وعلى رأسها إيران وبعض الدول الغربية تشجعها في ذلك، وهو ما يؤثر تأثيرا كبيرا على العملية التعليمية ويجعل مستقبل الأجيال في خطر عظيم. لأن مسألة الأفكار التي تصب على هذا الجيل وتصب على عقول الأطفال والشباب يعني أمر خطير جدا وسيؤدي إلى نتائج كارثية، وهو ما يؤسس لعملية إرهاب مستقبلا. ولأن الأفكار المضطربة والأفكار السلالية التي تسعى إلى زرعها في هذا النشء لا شك أن لها آثار خطيرة وخطيرة جدا. وعلى العقلاء في اليمن وعلى وزارة التربية والتعليم وعلى الحكومة الشرعية أن تعد خطة ممنهجة لمواجهة هذا المد وهذا الصلف الحوثي التي يعني سيؤثر كثيرا على العملية التعليمية وعلى مستقبل الأجيال برمتها. لأن سيطرتهم على المساجد وسيطرتهم على دور العبادة وسيطرتهم على وإيقاف عملية تحفيظ القرآن الكريم وهدم المساجد ومدارس التحفيظ، نعم، ثم الدخول إلى مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفرض أفكارهم بالقوة على أبناء اليمن، فهذا موضوع خطير وخطير، نعم، جدا. لكن دكتور يعني كما تحدثت أنه يعني مشروع للحوثي في مسألة يعني تطييف التعليم وأيضا تدميره من جانب آخر وبدعم خارجي، نتساءل هنا يعني ما الذي قامت به الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة التربية وأيضا داعميهم الخارجيين في سبيل مواجهة هذا المشروع؟ لا شك أن دور الحكومة لم يكن على الوجه المطلوب، وأنا أكون صريح وأنا مستشار في وزارة التربية والتعليم أقولها وبكل صراحة أننا يجب أن يكون جهدنا أكبر من ما هو موجود حاليا. هذا من جهة الحكومة، ويجب عليها أن يكون لديها مشروع وأن يكون لديها البديل وأن تقدم المرتبات للمعلمين في جميع المحافظات التي لا زالت محتلة حتى تستمر العملية التعليمية ويحصل نوع من التمرد على الأفكار هذه الحوثية، لأنهم سيستطيعون أن يشعروا بالأمان نوعا ما. لكن عندما نترك المعلمون ونترك الطلاب
يعني رهينة لهذه الجماعة فإننا نسلمهم يعني مستقبل بلد بكاملها. أما على الأطراف الخارجية فالأمور واضحة، لا تحتاج إلى أن نشرح ولا أن نوضحها أكثر. نعم. إذا كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قدمت بداية العام هذا، بداية العام يعني 70 مليون دولار لمعونة للمعلمين، وإلى الآن لم يتم صرفها، وهذا يدل دلالة واضحة بأن منظمة اليونيسيف مع جماعة الحوثي تتواطأ تواطؤ كبير جدا، ولم تستطع أن توصل شيء موجود إلى المعلمين. وإذا بنا نحن الآن نتكلم عن هذا الموضوع، نحن في نهاية العام الدراسي الذي يتحدث عنه طويلا، وأن 70 مليون دولار هذه كأنها ستحل مشكلة اليمن، ومع ذلك لم يتم صرف أي مبلغ من هذه المنحة. وهذا للأسف الشديد يعني يجعل منظمات الأمم المتحدة يعني تلعب على جراحات الشعب اليمني وتسترزق على عذابات الشعب اليمني، وهذا موضوع خطير. يعني أن يظل يعني المستفيدون وأن تظل المعونات تذهب إلى جيوب الفاسدين في منظمات الأمم المتحدة، أكثر من 60% من المساعدات التي يدعون أنهم يقدموها للشعب اليمني تذهب إلى نفقات تشغيلية وغيرها. نعم. ومع ذلك فلا يزال الفساد موجود، ولا تزال المشاريع الصغيرة وتجار الحروب يشتغلون على عذابات هذا الشعب وعلى دماء أبناء الشعب اليمني. نعم. دون وازع من ضمير أو إنسانية، وهذا للأسف الشديد يجب علينا أن ندرك هذه المأساة التي نعيشها وتعيشها اليمن برمتها. دكتور حسن تكرم بالبقاء معي، ونذهب إلى الهند إلى دكتور مصطفى عبد الحميد مستشار وزارة التربية والتعليم. يعني دكتور مصطفى، نتساءل هل يمكن القبول أن يتحمل الطلاب وأولياء أمورهم المسؤولية في جمع المال لشراء ما هو حق لهم كالمناهج التعليمية مثلا؟ أخي الكريم، يعني قيام أولياء الأمور والطلاب بشراء المناهج الدراسية وعلى حسابهم الخاص، هذا يدل على رغبة هذا الجيل في التعليم، رغبة هذا الجيل في التعليم وتمسكهم بالتعليم. يجب على وزارة التربية أن تفقه، يجب على الحكومة أن تفقه وأن تعي أن لكن أين واجب الحكومة دكتور مصطفى؟ يعني الكتاب المدرسي عن إيقاف عجلة التدهور، الكتاب المدرسي يعني اليوم يشترى بشكل إجباري سيد مصطفى، في مسألة أنه يعني الطالب يحب التعليم وأيضا يعني يرغب في إكمال تعليمه، ولكنه يضطر لشراء المناهج، ومسألة تقديم المناهج مجانيا هو واجب على الدولة وليس يعني كعائد لحب الطفل في أو الطالب في شراء المنهج. أنا أخي الكريم، أنا قلت أن هذا قيام الطالب أولي أمر شراء الكتاب وتخلي وزارة التربية والتعليم عن مسؤوليتها يدل على أن هذا الجيل يحب التعليم، وعنده رغبة في مواصلة دراسته والتغلب على الصعاب، رغم أن وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة تخلت عن مسؤولياتها. هذه مسؤولية وزارة التعليم يا أخي الكريم. في المناطق المحررة 50% هناك عجز للكتاب المدرسي، لن يصل إلى أكثر من 50% من المدارس التي تحكمها الشرعية والتي تحت سيطرة الشرعية. ناهيك عن المدارس التي، أنا لا أتكلم عن المدارس التي تحت سيطرة الميليشيات المسلحة الحوثية المسلحة والانقلابية. هناك عجز كبير، الحكومة للأسف الشديد وزارة التربية والتعليم لم تمتلك رؤية، لم تستطيع حتى الآن. 70% من معلمين تحت في المناطق الشرعية لا يسلمون رواتبهم. إذا كانت عاجزة هذه الوزارة أو الجهات المعنية يعني غير عادئة بما يحصل، يجب أن يكون هناك انتفاضة مجتمعية ضد هذه الوزارة والمطالبة الجهات المعنية بالقيام بواجبها لإيقاف عملية. نعم. يعني دكتور مصطفى، أيضا هناك يعني من ضمن القصص التي تحدث والتي يتم تداولها أنه هناك طلاب يطردون من المدارس في المناطق الشرعية بسبب أنهم لا يمتلكون الكتاب أو المنهج المدرسي ولا يمتلكون المال لشراءه.
نعم، وايضا وازيد على ذلك واضيف على ذلك ان هناك كثير من الطلاب لا يجدون مقعدا دراسيا، بل انهم يدرسون تحت الاشجار في مناطق التي تحت السيطره الشرعيه والتي حررتها القوات الشرعيه. اخي الكريم، نطالب وزاره التربيه والتعليم والجهات المسؤوله ان تدق ناقوس الخطر، تدق ناقوس الخطر وتخفف كثير يعني. هو جميل الطرح هذا دكتور من مستشار في وزاره التربيه والتعليم، ولكن ايضا الحكومه تقول انها لا تمتلك موارد. نحن نعكس الواقع كما هو ونتكلم بالواقع، ولا نريد ان نداهن في هذا المجال. هذه تدهور العمليه التعليميه، التعليم يهم الجميع، لا مجال في للمداهنه ولا للسكوت ولا لقلب الحقائق في مجال التعليم. هذا يهمنا ويهم مستقبل ابنائنا ويهم مستقبل الجيل اليمن الذي سيبني اليمن الاتحادي الجديد. يجب علينا وكل الجهات المعنيه ان تضع يدها في يد الحكومه الشرعيه، والحكومه الشرعيه ان تعد الخطط والرؤى والبرامج لايقاف هذا التدهور ولاصلاح ما دمرته الحرب وما دمرته هذه الميليشيات المسلحه الانقلابيه المسلحه والنكبه التي حدثت في مجال التعليم. اشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى عبد الرحيم مستشار وزارة التربية والتعليم، كنت معنا من الهند. ونعود للسيد أو الدكتور يحيى الأحمدي عبر الأقمار الصناعية من مأرب. يعني دكتور يحيى، لو سمعت لي حديث مستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور حسن، يعني في مسألة أن يعني تدمير قطاع التعليم وأيضا تطييف المناهج هو بإشراف خارجي ومن إيران تحديدا، في يعني ضمن مشروع موحد ما بينها وبين الميليشيات في الداخل اليمني. نتساءل هنا يعني كيف تقيم دور الشرعية وأيضا داعميها التحالف العربي في مسألة مواجهة ما يحدث للتعليم ويعني تغيير الهوية الثقافية في البلد؟ بالطبع الدكتور حسن تحدث بمرارة وهو مستشار لوزير التربية والتعليم، لا أدري أنا إن كان هؤلاء المستشارين أو المستشارون لهم قدرة على التأثير داخل الوزارة. ما الذي يمنع أن يحاسبوا أو يتحدثوا بصوت مرتفع كما ذكر الدكتور مصطفى بأن هذه من الخطوط الحمراء والمداهنة في هذا خيانة وطنية لهذا الجيل القادم؟ أقول بأن ذكر الدكتور حسن بأن الأشقاء في الإمارات والسعودية قدموا مبلغ ما كما سمعت يقول 70 مليون دولار أو أكثر أو أقل. المهم أنه هناك مبالغ قدمت لمنظمات، والمنظمات سلمت هذه المبالغ للحوثيين، والحوثيون هم الذين سيتحكمون في بتوزيع هذه المبالغ وربما وزعوها بطريقتهم الخاصة. أقول لماذا كل هذه الـ وهنا يأتي السؤال دكتور يحيى، أين دور الشرعية؟ نعم نعم، هنا يأتي السؤال أين دور الشرعية من هذا العبث؟ لماذا نعم لماذا الشرعية لا تطالب بهذه الأموال أن تسلم إلى البنك المركزي؟ هل توجد ثقة بالشرعية؟ إذا كانت الثقة موجودة لماذا لا تسلم هذه المبالغ إلى البنك المركزي وتدفع بحسب كشوفات 2014 قبل أن تتعرض للعبث وتتعرض للتزوير وتتعرض لفصل المعلمين ومن ثم يتم استخدامها بطريقة يعني كأنها سلمت لهم كدعم وكمساندة؟ يعني أنا لا أدري كيف نفسر هذه الخطوة. أيضا الدكتور مصطفى تحدث عن المناطق المحررة والمدارس، فعلا هذه حقيقة ونعيشها ونشاهدها هناك يوميا، نرى مدارس صغيرة لا تتسع لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين وهي تعاني من عجز كبير. أين وزارة التربية والتعليم؟ لم نسمع لهذه الوزارة أي حراك في هذا المجال. هناك كثير من المنابر يمكن أن تسخر في خدمة العملية التعليمية، أين ذهبت كثير من القضايا التي يمكن أن تفتح الوزارة شراكة دولية، شراكة محلية لمساعدة الطلاب لمساعدة المعلمين؟ أنا لا أدري كيف يمكن أن نفسر كل هذا الصمت وكل هذا العجز أمام أخطر وأبشع عملية
تحاك ضد التعليم وضد المعلم وضد الطالب وضد الجيل القادم الذي لا أدري كيف سينشأ وما أدري ما الذي ينتظر اليمنيون. نعم، ابقى معي دكتور يحيى وأذهب للدكتور حسن القطوي. دكتور، يعني سمعت لي حديث ضيفنا دكتور يحيى الأحمدي وهو يعني طالب بتفسيرات كثيرة من ضمنها كيف يعني تسمح وزارة التربية والتعليم في أن تذهب الأمور إلى ما وصلت إليه. لا شك أن ما قاله الدكتور يحيى فعلا موضوع مهم جدا، والسؤال يجب على وزارة التربية والتعليم، على الحكومة أولا وليس وزارة التربية والتعليم، يجب على الحكومة أولا أن تسأل هذا السؤال. رئيس الحكومة يعني إذا كان التحالف يقدم هذه المبالغ فالواجب أن يقدمها إلى البنك المركزي وعن طريق الحكومة الشرعية، لا أن يقدمها عبر منظمة اليونيسيف، ومنظمة اليونيسيف تلعب مع الحوثيين لعبة يعني لا تخرج إلى الواقع بصورة صحيحة. وهذه إشكالية فعلا ينبغي أن على الحكومة أن تجيب على هذه التساؤلات التي يسأل عنها الناس لمدة عام كامل. نعم. أين ذهبت هذه الأموال؟ والأصل أن الحكومة الشرعية ومن واجباتها أن تعطي جميع المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء الجمهورية مرتباتهم، لا أن تتركهم فريسة لهذه العصابات وهذه الميليشيات. أيضا دكتور، يعني نحن يعني نتساءل هنا أيضا ما الذي يبرر بقاء بعض المدارس؟ يا دكتور هنا نقطة أخرى أيضا ولو قاطعتك هنا، يعني ما الذي يبرر بقاء بعض المدارس في مناطق سيطرة الشرعية حتى الآن خارج نطاق الخدمة التعليمية؟ هذا يدل على أننا لا نهتم بالعملية التعليمية بالفعل. وأنا لا ألوم، يعني ما ذكره الدكتور يحيى أمر مهم جدا، وهو يتحدث لعله يتحدث عن منطقة أو محافظة مأرب، فمحافظة مأرب لها وضع خاص، وينبغي على المنظمات الدولية وعلى التحالف العربي أن ينظروا لها نظرة أخرى، لأن أكثر من 3 مليون نازح ذهبوا إلى هذه المحافظة، والطاقة الاستيعابية في محافظة مأرب والمدارس الموجودة والمباني المدرسية اللي في محافظة مأرب لا تستوعب هذه الأعداد. يعني دكتور تخيل أيضا أن دكتور لو تسمعني هنا، تخيل في مسألة حيس تحديدا، دكتور مديرية حيس في محافظة الحديدة، تخيل معي أنه 43 مدرسة منذ أن حررت هذه المديرية منذ عام وهي معطلة ولا يعني يوجد فيها أي تعليم. هذا نلحظ هذا الكلام وقد تحدثت عنه كثيرا، وكذلك في محافظة حيران، في محافظة حجة كذلك الوضع نفس الكلام. يعني نحن عندما نتحدث يجب أن يعطى التعليم أهمية قصوى، لا أن نترك المسألة ونقول أنه البلاد ستحرر وننتظر. نحن الآن دخلنا في السنة الخامسة من الحرب، والأجيال يعني تذهب، ومن كان في الصف الثالث الأساسي التاسع الأساسي الآن أصبح في الثانوية العامة وأصبح بعد التخرج. هذا الخطر سيأتي وقت من الأوقات، وإذا بنا نفاجأ بأننا أمام جيل يعني مش متشبع بالأفكار المتطرفة، متشبع بالجهل وليس بالعلم. نعم. إذن دكتور هنا في بأقل من دقيقة دكتور، يعني ما الحلول، يعني ما الحلول برأيك لتجاوز حالة التشويه التي حدثت للتعليم بأقل من دقيقة فقط لضيق الوقت؟ أول حل، نعم أول حل يعني يجب على الحكومة الشرعية أن يعني تتخذ قرار وأن تعطي جميع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية وأن تهتم بالعملية التعليمية اهتمام بالغ. نعم. ثانيا أن على التحالف العربي وعلى الداعمين وعلى المنظمات الدولية ومؤتمر الاستجابة الإنسانية أن يقدم مبالغ مالية لدعم العملية التعليمية، لأن مستقبل اليمن ومستقبل الأجيال في خطر، ونحن نحذر من هذه من هذا التهميش للعملية التعليمية التي قد نفاجأ في يوم من الأيام بأننا أمام شعب جاهل وأمام شعب متطرف، وكل هذا يعود إلى
قضية أنه لم نهتم بالعملية التعليمية كما ينبغي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم، كنت معنا من الرياض. ومشاهدينا سنذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية والتي تتحدث عن ما تعرض له التعليم من تدمير وما لحق به خلال 4 سنوات منذ الانقلاب، نتابع سويا. إذن نعود مجددا مشاهدينا، وأذهب لضيفي من مأرب الدكتور يحيى الأحمدي. يعني دكتور، نتساءل هنا يعني برأيك ما الذي يجعل الناس ينخدعون لممارسات وأساليب التغرير والخداع التي يعني تتخذها الميليشيات؟ أنا أعتقد أخي الكريم بأن الشعب اليمني ذكي، و ولا شك أن هذه ما يظهر على السطح أن هناك استجابة، أنا أعتبرها استجابة آنية ووقتية. الشعب اليمني يدرك تماما خدع هذه الميليشيات ويرى بأم عينيه، لا يحتاج إلى من يبصره ويعلمه، وكل منطقة يحدث فيها تحرير يخرج الناس ويرحبون بالشرعية ويتوقون للحرية والكرامة. هذا أنا أظنه وأعتقد ذلك هو تأثير آني ووقتي، سيزول بزوال الانقلاب وسيعود اليمنيون إلى عهدهم وإلى رشدهم وإلى ما كانوا عليه. ولكن الذي ينبغي أن ننبه ونحذر منه هو مسألة تفخيخ العقول الأجيال الصغيرة الذين لا يميزون، لكن من يميز اليوم يستطيع أن يكون لديه من الوقاية ومن العلاج الكافي. نعم نعم دكتور، يعني إلى أي حد يمكن القول أن الميليشيا يعني نجحت في تنفيذ أجنداتها الطائفية؟ أنا أعتقد أن هي فعلا حاولت واستطاعت أن تصل إلى كل مكان بفعل آلتها الإعلامية وبفعل الاستفادة. لديهم مشروع يسعون من أجله، بذلوا جهد، يبذلون جهدا كبيرا، وإن كانت الفكرة يعني غير سليمة ولكنهم يبذلون جهدا. لكن العتب الكبير هو ماذا فعلنا نحن؟ ماذا فعلت الشرعية؟ ما هو النموذج الذي يمكن أن نقول اليوم بأننا نقدمه ونباهي به؟ كما سمعت من مستشاري وزير التربية والتعليم، ربما يبكون ويشكون أكثر من ما يشكو المواطن. يعني هناك إخفاقات كبيرة، يجب أن نسأل أيضا ما الذي قدمناه إذا كان الحوثي استطاع أن يصل إلى هذا العدد الكبير وأن يسوق هذه الأفكار، فماذا صنعت الشرعية؟ نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور يحيى الأحمدي ناشط إعلامي، كنت معنا من محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا هنا يعني سنتابع أيضا قبل الختام مادة معلوماتية أو عفوا استطلاع يعني يتحدث عن الحلول الممكنة وهي آراء للناس لمعالجة آثار التشويه الحوثي للتربية والتعليم في اليمن، نشاهد سويا. ومع ذلك لابد على الحكومة الشرعية أن تبذل جهدها في الاعتناء بالتعليم ولو الحد الأدنى، فتهتم برواتب المدرسين، والاهتمام بالرواتب هو بداية العلاج، ثم توفير المناهج، ثم إصلاح المدارس المعطلة أو إيجاد بدائل مؤقتة حتى تسير العملية التعليمية. لابد أن نتعلم ونتعود على العمل في ظل كل الأوضاع الطبيعية وغير الطبيعية، وفي نفس الوقت نعمل جاهدين على استتباب أصل الأمور وهو إزالة الحوثي، فبغيره بغير إزالة هذا الانقلاب لا يمكن أن تستقر الأوضاع ولا يمكن هذا الوضع الشاذ أن يستمر. فلابد على الدولة وعلى التحالف
أن يبذل جهده بكل صدق وإخلاص لإعادة الأمور على ما كانت عليه. الحلول أنه يتم التخلص من هذا الانقلاب بأسرع وقت ممكن. تحرير الوطن هو بداية لتحرير العقول وتحرير البلد بشكل عام إن شاء الله. الحكومة الشرعية يجب أن تقوم بإجراءات للحد من هذا التدهور، وهو بيدها هذا الموضوع في مناطق، على الأقل في مناطق سيطرتها. لمعالجة مشكلة التعليم الآن يجب على وزارة التربية والتعليم في الشرعية أن تقوم بعدة إجراءات، منها متابعة المعلمين وإعادتهم إلى المدارس الذين يعملون الآن في مهن أخرى، إعادة تأهيل وترميم المدارس التي تضررت من الحرب وهي كثيرة، تقريبا أكثر من 2000 مدرسة تضررت من هذه الحرب، يجب إعادة ترميمها، بالإضافة إلى حل مشكلة المناهج، حل مشكلة المشاكل الكثيرة. هذه يجب أن يعني تكون هناك مصفوفة حلول وتنفذ على أرض الواقع في أقرب وقت. ما نأمل منه هو الشرعية وكذلك ممثلة بالتحالف العربي هو أن يقوموا بدحم هذه الميليشيات الانقلابية والقضاء عليها تماما، لأنها هي إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من بين قوسين. أشكر ضيوفي، كان معنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور يحيى الأحمدي، له جزيل الشكر، وأيضا الشكر للدكتور مصطفى عبد الحميد مستشار وزارة التربية والتعليم كان معنا من الهند، والشكر أيضا للدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وفي الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله.